مرحبا بكم من جديد مستمعينا في نغمة تونسية، وهذا ضيفنا الحاضر معنا اليوم. باش نبداو بكل أسئلة عرفتها كل أهلا وسهلا بك محمد علي بن طاهر، فنان تونسي شاب يعد بالكثير. هذوما كلمتين عندي أنا، أمنت توا أنت توا للمستمعين باش تثبت لهم صحة كلامي ولا عكسه. أنا محمد علي بن طاهر، أستاذ تربية موسيقية، متخرج معهد علي الموسيقى 2006، متحصل على شهادة الماجستير 1 سنة 2011، ومقري في ولاية الكاف. تحياتي للتلامذة الكل واللي يسمعوا فينا على إذاعة الشباب. مرحبا بالناس الكل في الاستماع لنغمة تونسية وإذاعة الشباب وين ما كانوا يلتقطوا موجات إذاعتنا. باش نتعرفوا عليك كفنان وكإنتاجات، شنو اللي عندك، شنو اللي عملت، باش تغنينا وباش تعزفنا وباش نعملوا برشا حاجات إن شاء الله في نغمة تونسية لليوم. انت جيتنا بجديد ساعة، نبدأ نحكيوا على جديد وبعد نرجع. مسرحية غنيت مسرحية كلمات محمد المحمدي، ألحان ياسين بن سعيد، وتوزيع الفنان منير غضاب. باهي انت أستاذ، علاش ما لحنتش وحدك؟ عندي سي دي هبط سنة 2007. يعني كله ألحان، ما حبيت ناخذ تجربة جديدة مع ملحنين. علاش ما سمعنيش بي سي دي هذا قبل؟ مالوغوزمون ما عملش الضجة الإعلامية اللي لازمة. أولا أنت ما خدمتش على روحك. ليدو زوز على خاطر برشا يلوموا على الاعلام، واش باش ناخذ بارتي نتاع الاعلام ظهري فنانين مقصرين. هو صحيح الفنانين مقصرين شويه والاعلام زاد ساعات مقصر شويه سانسيرمون. يعني كان احنا ما لوجوش عليكم انتم ما تنجموش تدقوا علينا بابنا. كلامك صحيح، معقول كلامك صحيح. هو السي دي 2007 كان تجربه اولى، وبعد قعدت فتره تامل حضرت تو ثلاثه اغاني هذوما، منهم مسرحيه السينجل والاخرين دو ريبريز تو تسمعوهم ان شاء الله، وإن شاء الله الإعلاميين يعاونونا كذلك. هو المشهد الإعلامي بعد الثورة في تونس تحسن، وإن شاء الله يعاونونا نحن كفنانين. إن شاء الله مشهدكم ثم يتحسن. إن شاء الله إن شاء الله. باش نرحبوا بك على طريقتنا ساعة باش نسمعوا مسرحية، ومن بعد نرجعوا نحكيوا أكثر مع فناننا اليوم ضيف. يلي حبك مسرحية والمشاهد فيها حية كلها وهم وصارات، انت مثلت العذاب وانا مثلت الضحية. يلي حبك مسرحية، يلي حبك مسرحية والمشاهد فيها حياة كلها وهم وصرام، انت مثلت العذاب وانا مثلت الضحية. يلي حبك مسرحية، مسرحية.
النبي هونوا لاجل البقيه. انت مثلت العذاب وانا مثلت الضحيه، يلي حبك مسرحيه، يلي حبك مسرحيه، والمشاهد فيها حيه كلها وهم وصرا. انت مثلت العذاب وانا مثلت الضحيه، يلي حبك مسرحيه. مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذا فنان ضيفنا اليوم محمد علي بن طاهر، هذا جديد مسرحية ذكرنا في كلمة والألحان. كلمات محمد المحمدي، ألحان الفنان ياسين بن سعيد، وتوزيع الفنان مهير غضب. باهي، هذا جديدك ما تعداش برشا، ما زالت جديدة معناها الأغنية. مش برشا شباب فنانين شبان معناها توانسة يحبوا الطبع التونسي ويغنيوه ويعزفوا. صحيح صحيح، مالوغوزمون برشا توا توانسه ولاو يغنيو كان شرقي، لا محل مسرحيه شرقيه هي يعني. اما انت ماكش ملاحظ اللي صوتك في التونسي خير؟ والله ولا هذه اللي انا عجبتني مسرحيه، اما تونس التونسي في التونسي عجبني برشا صوتك. ربي يفضلك، ميرسي. وسورتو هي قلت لك اللي مش برشا فنانين توانسه مازال عندهم الوحده حكم الغزو الاعلامي للشرق، روتانا الى اخره، كل يعني الموسيقى الشرقيه ولات مسيطره على التوانسه، الناس كل تغني شرقي. هذا علاش التوجه نتاعك معناها لا والله لا، طمع الانتشار، طمع مشروع هو بالطبيعه. لا ان شاء الله الاغنيه اللي بعد باش تسمعوها مغاربيه، يعني ريبريز للفنان دحمان الحراشي. ديجا تعدت في راديو الجزائر وراديو قسنطينه وتقعد تسمع بالكدا في الجزائر، ان شاء الله في تونس تسمع. به قلتها ان شاء الله، وكان كنت تشكك معناها ان شاء الله ان شاء الله انه باش تنال اعجاب المستمعين. به سمعنيك في الشرق، نسمعوك توا في الجزيري، من بعد نقول لك شنو تعودنا منه. حاسبني وخذ كراي، لا تسلني ولا نسالك، ما بقى نجري وراك، نسير في حالي وسير في حالي. كل مرة كي نلقاك نقول لك عزم نشافك، شحال قصيت معاك يا ما خذيت لك بدلاني، غير انساني وننساك كبرت وفهمت حسابك. حاسبني 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 ولا تزيد في ميزانك، ولا تزيد في ميزانك، حاسبني وخذ كرام، لا تسلني ولا نسالك، ما بقى نجري وراك، نسير في حالي وسير في حالي. شفت معاوين الداك تحسبني كيف حالك، يا كن ناقص مش كان في الدنيا ما هو سالك، غير اسمحني في شقاك، غير اتركني من بالي، ترجع تسبى وهلاك الناس جابوا لخباري. حاسبني 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 بديالي ما هو ديالك، سير في حالي وسير في حالي.
تسلني ولا انسالك ما بقى نجري وراك نسير في حالي وسير في حالي. تحية ليكم بجد أكيد 11:16 دقيقة على موجة إذاعة شباب، مازلنا معكم حتى نصف النهار ومع ضيفنا فناننا الواعد أكيد هو كان يغني بتونسي على ما شكرت وقلت له صوتك حلو برشا في تونسي، قال لي راه صوتي تعب شوية ربي يخليك فما بالك معناه إذا كان صوتك مش تعب شوية إن شاء الله. لاباس محمد علي، سمعناك في كما قلنا في الشرقي، سمعناك في التونسي وسمعناك في الجزائري، تعدد الأنماط هذايا والتنويع يخدمك كفنان وإلا بلوتو فما ناس يحبوا يعجبهم فنان متاعهم في لون واحد؟ هو من المستحسن الفنان يتخصص في لون واحد أما يلزم يجرب للألوان الكل ومن بعد يختار كما قلت لك، رغم اللي عملت سي دي سنة 2007 وتوا نحضر في هذا يعني ان شاء الله باش يكمل، يلزمني بعد نختار توجه لون واحد والاغلبيه باش يكون اللون المغاربي، اللون التونسي الجزائري المغربي يعني هذا اللي لقيت روحك فيه اكثر احسن حاجه فيه. شنو اللي زيكون تاع اغنيتك الجديده مسرحيه عند اهلك مليك صحابك خاصه اللي انت يسمحها استاذ وزملائك برشا اللي يسمعها تعجبه ويقول لي حرام ماهيش قاعده تتعدى، حرام ماهيش معروفه، حرام علاش ما نعديوهاش في الاذاعات. وكما قلت لك نعيب زماننا ولعيب فينا احنا شويه والاعلاميين شويه زدر. انا بعثت سانسير ما بعثت برشا مساجات على الفيسبوك البرشا اعلاميين ونبعث لهم الاغنيه باري ميل وكل شيء، ثم شكون يجاوبني يقول لي مرحبا ويشا وثم شكون ما يلوشوا كان على الاسماء المعروفه يعني ما يحبوش. انا حسب رايي واحد معروف يعدي له اغانيه ويمشي يعملهم في لبنان ولا في مصر ويجي يعديهم 6 أو 7 مرات في النهار، بينما فنان تونسي يعلم به ربي يسجل على كيستو وماهيش سهله يعني كلمات والحان ومصاريف ماهيش سهله سانسيرمون. اغنيتك ما يتلهوش بيه تتحط في القشر لوكا وكان كان ما كان جاوبك هذا سينو كان ما جاوبك الجمله ما تبعث له اس ام اس وتحكي معاه وميساج وما يجاوبك الجمله. الفنانين التوانسه مسموعين ويحبوهم الناس اللي خرجوا لبرا وعملوا تجارب سواء في لبنان وفي مصر وفي صحيح اللي قعدوا في تونس وخدموا التونسي 100% وينشطوا في تونس ويحبوهم التوانسه بلغتنا العاميه كعبتين وكعب. صحيح. انا هما اكثر فنانين التوانسه ترى فيهم قدوه، معناها تقول نجم نقعد نخدم في تونس ونولي كيما فلان. عندنا برشا اصوات فنانين ممتازين برشا 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 وبرشا شباب ممتازين، سفيان الزايدي صوت ممتاز برشا، احمد العفريت صديقي صاحبي مش معروف برشا زاد احمد وممتاز برشا، الفنانين نتاعنا الكبار زاد اللي تعلمنا عليهم محمد جبالي صديقي زاد عندي فنان صاحبي بالكدير هادي تونسي ديما انا وياه مع بعضنا، الفنان المطرب جمال الشابي فنان صفاقس الاول بالنسبه لي انا يعني ما نغزمه نشوفوهم مره في مهرجان الاغنية سينو ما عادش نشوفوهم جمله ما نسمعهمش. فما مدرسه ما ذكرتهاش؟ مدرسه زياد غرسه طاهر غرسه وبالطبيعه مدرسه كبيره فنان زياد. بس انا فيك تقول زياد غرسه باش نقول سمعني حاجه. بيان سور سموك من الاهل. وترهويجه حلقه ذهب واحزان، وترهويجه حلقه ذهب واحزان، وترهويجه وداوها ست الملاح خديجة حلقة ذهب وحزام، وترهويجة حلقة ذهب وحزام، وترهويجة حلقة ذهب وحزام، وترهويجة وداوها ست الملاح خديجة حلقة ذهب وحزام. باش تستشير الناس تقول لهم شنو اللون اللي مشيت فيه بالكدا عاونوني نختار طريقي في الفن، معناها اي اساتذة ملحنين انا نستشير زملائي الكل يعني اللي نتعامل معاهم سواء في الاعضاء من التروب نتاعي ولا اصحابي ولا الاساتذة اللي قراوا معايا كل يعني نستشيروا بعضنا. انا اللون اللي نرتاح له كما قلت لك اللون المغربي الجزائري المغربي التونسي. تنجم تسمعنا حاجة مغربية؟ نعطيك رأيي الاخر كوتني وعدتني كل علاش مشيت وخليتني كل علاش، كوتني وعدتني كل علاش مشيت وخليتني كل علاش، وكل علاش انه محلاش، وكل علاش انه محلاش، وعلاش يا غزالي علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي
مشيت في حالك كيفاش النوم يا حلالي علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيت في حالك كيفاش النوم يا حلالي وعلاش يا اللايم خلتني هايم علاش يا اللايم خلتني هايم هايم في جروحي حبك يا الظالم قاهر وحاكم حبك يا ظالم قاهر وحاكم ساكن في ضلوعي كوتني وعدتني كل علاش مشيت وخلتني كل علاش كوتني وعدتني كل علاش مشيت وخلتني كل علاش وكل علاش النوم محلاش وكل علاش النوم محلاش وعلاش يا غزالي. جميل جدا يعطيك الصحة محمد علي يعطيك الصحة مازلت معنا حتى نصف النهار مازلنا باش نسمعوا أيضا بصوتك نوصلوا الموجز لحدش ونص ونرجع لكم مع محمد علي بن تاهر. بالقلب وشوق حنينه الحلوة مش أمانه
أهلا بكم من جديد مستمعينا، ومعنا محمد علي بن طاهر. مرحبا بيه وبيكم وبكل اتصالاتكم الهاتفية. إذا كان عندكم اقتراحات قولوا غني اللي يحبوا اللي تحبوا عليه، حتى راب إن شاء الله. غني راب، غني راب. أنا راني ديما مستعدة لهنا، نكتب لك كلمتين بالوقت راب وتغني. محمد علي، عملت برشا تجارب مش بصوتك، لحنت الفنانين التوانسة باش نعملوا عملية ساتو، ولا حقك هو انك تغنيهم اغنيات؟ مي بيان سور، بالطبيعة حقي. مش ساتو؟ لا لا، بالطبيعة حقي باش نغني. نحييهم وكذا. نحييهم. اي تفضل كلمة. من الفنانين اللي اعطيتهم اغاني يسرى حسين، جمال الشابي، الهادي تونسي طبعا اغنية من بعضنا نخدموا فيها، صديقي والفنان هادي تونسي. نفس الجو، نفس الجو نتاع هادي تونسي. الهادي تونسي عنده مدى يعني ستيل نتاعو وحده. اي معناها انت ستيل هذاك تنجم تمشي فيه انك تلحن. لحن فيها، ما باش نغني فيه. انا ما انا نحب كيما قلت لك النوعيه المغاربيه، هذا اللي ان شاء الله ناوي نخدمها بالكدا في تونس. باهي باهي، ما مع هذا باش نسمعوا. نسمعك مثلا اللي اعطيتها المطرب والفنان جمال الشابي. تقول نطلب من العالي دنيتنا سماح، الصحة بخير والبال مرتاح. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. نفس السيستم زاد، نفس الستيل، نفس المغاربية. نطلب من العالي دنيتنا سماح، الصحة بخير والبال مرتاح. ونطلب من العالي دنيتنا سماح، الصحة بخير والبال مرتاح. العمل عليه ورجايا فيه، يفرج لي حالي ويداويه. العمل عليه ورجايا فيه، يفرج لي حالي ويداويه. والشدة تزول ومهما الطول، وبعد الليل يبان صباح. ونطلب من العالي دنيتنا سماح، الصحة بخير والبال مرتاح. هذه كذلك كلماتي أنا وألحاني وتوزيع مراد العبد وغنى المطرب جميل الشبي. باهي، علاش كي أنت عندك صوت حلو وتعرف تكتب وتعرف تلحن، علاش ما تغنيش لروحك؟ مش تفرق في الغنيات عليه؟ السيدي الأولاني كله أغانية وألحانية أنا. أما حبيت نعمل تجربة مع الفنان ياسين بن سعيد، خاطر عنده ألحان حلوين برشا. وصراحة يلزم كل واحد يختص، لي يختص في الانستريمون، لي يختص في الفن، اللي في التلحين، اللي في التوزيع. سينو واحد ياك انت حكي وحريري وخاي. ربي يستر. ليه؟ بحكم اللي انا راني كيما قلت لك اكاديمي، انا بروفيسور ميوزيك ونقري من 2006 في مع وزارة التربية يعني، يعني بروفيسور ميوزيك وقاري ومكمل ماستر ان تاعي. ان شاء الله نكملوا الحضور ان شاء الله. يعني نعرف فاش قاعد نعمل. مانيش سؤالي محمد علي، قلت لك اذا كاين انت تو تحكي على الاختصاص. اي انت ماكش، انت ماكش مختص في حاجه. انت تكتب وتلحن وتغني وتقري. ونقري. علاش قلت لك مادام انت تعرف تكتب وتعرف تلحن، علاش الاغنيه تعطيها لغيرك بعد ما لحنتها وكتبتها؟ علاش والله اسمعها، اسمعها جمال الشابي. قلت ما نشدش عليك. جاب حذايا للدار، سمعها، قال لي محمد علي تحفونا، نحب ناخذها، تفضل خذ. ما صار يجيك للدار تعطي غني. تعشى بحذاكم الليله ان شاء الله. مرحبا مرحبا، نعطيك غنيتين. هيا باه دبرنا. نحب واحده فيهم راب والاخرى مازوت. شاده في الراب انت؟ والله نغني. انا راني مع مع الموجه الماشيه تو، مع الموضه. انا عندي تلامذتي في الليسي في الكيف يحبوا برشا الراب، كيما كيما اللي جون الكل. وصلت غنيت لهم غنية فيروز، رجعتها لهم راب. ما عنديش كلافيه تو باش نعزف لك. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، قالوا لي مشي نعملوها راب. قلت بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، والى اخره. ولات راب غنية راب. وخلال زيارتك لبنان ما سمعتها لهمش؟ لبنان سمعتها لهمش. مشيت تعتزل فيروز؟ لا 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 لا، كم خير نغني لهم حاجه معروفه فيروز ولا نجيب لهم كلام. غنيها نحن مش راب. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق،
تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق بكرة بتشد الديني عالقصص المجرحة يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي بتحكي عني يا حبيبي لنبعات المي ولما بيدور السهر تحت نادي للمساء بيحكوا عنك يا حبيبي وانا بنتسى بيحكوا عنك يا حبيبي وانا بنتسى يعطيك الصحة اسمعنيك في كل شيء في كل الألوان والأنماط مزل المزود المزود نغني ومزود بالعودة بالعودة يعجبني سمير لوسيف وليد الصالحي تسمع بيه ولا لا لا الحق في هالمرة ما انطوى عليك يا قلبي في هالمرة ما انطوى عليك يا قلبي في هالمرة يزيك من الأوجاع ما انطوى عليك يا قلبي يزيك مقاسيت مازال جرحك ما براوي نسيت وذقت العذاب الوان كي عديت خليك حر وما تعيد الكرة من طواعيك يا قلبي تحية لسمير لوسيف الفنان الشعبي مش نقول لك ظهرت لي ماهيش مزود بعد ملي سمعت جرحي وعذابي ودماري ذيك الشامل كل عرفت علي مزود باهي محمد علي شنو ياخر بليز ندل عليك في ربع ساعة الاخر تسمعني كل شيء يا ربي شنو نحب نسمع شحب تسمع قولي باهي باش نسألك ساعة كأستاذ موسيقى صغيرة تعلم فيهم في موسيقى ولا عملهم مختبر غادي تسمع فيهم في انتاجاتك لا لا نعلم فيهم بتبيع عنا برنامج احنا نخدموا برامجنا الرسمية وكل شيء يعني نعلم فيهم في الموسيقى بتبيع نسمع تلامذتي نستشيرهم ونسمعهم بالقداز خزرتك الغدوة في تونس وضع الفن في تونس ديما نسألوا الفنانين ذي ديما نفس الإجابة عطيني إجابة مختلفة بالله ديما فماش إنتاج فماش شركة إنتاج تتبنى الفنانين فماش أنا كان نذكر الشركة الأولانية اللي هبط مع السيدي نذكر ميسرش أذكر شركة فوني يعني هبط السيدي الأولاني مع شركة فوني وقالوا لي باش نعملوا تسويق كبير ودي بعد ما نعرفش عملوا 5000 نسخه ولا يعني ما مش اللي تفهمنا فيه جمله اي سامحني لازم الخلل يكون في الشركه بالك الناس ما حبتش الناس لا تقبل على الانتاج التونسي ربما صحيح هذا صحيح الا نوعيه معينه من الموسيقى عن المزود هذه ما ننكروش معناها سواء في المسرح نلقاو الناس يتجهوا كان المسرحيات الكوميديه الفكاهيه وفي الغناء يمشيوا للمزود ولا تويكا خاطر الراب كما قلنا تلعب برشا حتى لي كونسير مهرجانات والكل ديما مهرجانات تلقى فيهم حفلات نتاع راب برشا اكتسحت المهرجانات التونسيه والمزود ديما حاضر بيقول الموسيقى التونسية متاعنا المالوف متاعنا والموسيقى التونسية الأصيلة ما هيش قاعدة ولا لاقية حظها بالكل الرشيدية تنتمي أو لا تنتمي شنو ننتمي أنت ما ننتميش للرشيدية ما نحضر حفلات رشيدية و يعني ما تصورش اللي تنجم تضيف لك رشيدية خاصة اللي أنت ماشي في التوجه هذاك ربما أكيد تضيف أكيد وستفتي كل قراوني كل قريو غديك يعني كيما الاستاذ زوير بالهاني ربي فضله نحب نتحيه للاستاذ الكل اللي قراوني من الدكتور صالح المادي بديت معاه هنا ملي عمري 7 سنين اللي قراني الكل في الماستر وفي البريمير سيكل ودزيام سيكل تحيه للاستاذ الكل ما نحبش نقعد نسمي باش ما ننساش حد الكل نحييهم وكل نسلم عليهم وربي فضلهم كل موسيقيين وكلهم علمونا وبقلب ورب وربي فضلهم وميرسي بوكو ليهم هما الكل اكيد مازلنا حكينا على الوضعيه ما قلتليش نوم حذر الغدوه كل مرة معناها باش تخرج سنجل هكايا ينجح ما ينجحش ما تعرفش تخممش خممت في الاختصاص اي باش تختص هنا والا باش تمشي تعمل جولة في البلدان المغربية تاخد من تراثهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تخمم انك تتعامل مع ملحنين وشعراء والا باش تواصل تخدم وحدك لا نتعامل ديجا مع ملحنين وشعراء عندي تو دوسي للدعم لوزارة الثقافة ان شاء الله قاعد باش يحضر فيه 5 اغاني مختلفين الشعراء والملحنين مختلفين وكلهم توزيع الاستاذ منير غضاب ان شاء الله ان شاء الله بالقسم هكا ربي يعاون الناس كلنا نخدموا على رواحنا وربي عاونونا انتم كاعلاميين لو ماكسيموم هذا اللي
نطلب منكم الناس الكل يعني اللي يسمعوا فينا الاعلاميين الكل سواء في اذاعه الشباب ولا في الاذاعات الخاصه ولا في الاذاعات الوطنيه الكل والجهويه يعاونونا يكفوا معنا رانا كفنانين توانسه يعلم بينا العالي كيفاش نخدم. اكيد اذا كنتم تحضروا في انتاج للتوانسه والجمهور التونسي فواجبنا ان نوصلوا صوتكم ونوصلوا اغانيكم. ربي يخليكم، ربي يخليكم، نشكرك انت بالذات على الاستضافه. مرحبا بك، مرحبا بك.